الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كرة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. طبعا قبل بداية الحلقة لازم كلنا ندعي لحسين الشحات، لأن الحالة بتاعته بجد خطيرة، لأنه عنده شرخ في عظم الوجه، عنده شرخ في الوجه، صبته مش سهلة، فبندعي له بالشفاء العاجل إن شاء الله. البعض على السوشيال ميديا لما أعلن خبر إصابة حسين الشحات وإن هو راح المستشفى ولغاية دلوقتي في المستشفى، طبعا ده إحساس وشعور غير رياضي وغير مقبول، ودي ناس بيبقى عندها مشكلة نفسية لازم تتعالج منها، لأنه في الآخر وفي الأول وفي الآخر اللهم لا شماتة، ومفيش شماتة في الموت، مفيش شماتة في المرض أو في الإصابة، بالعكس يعني هي المنافسة فقط في الملعب بعد المباراة، كل حاجة بتنتهي. أنا مش عارف الناس اللي بيعني اللي بتشمت في إصابة شخص دي طبعها إيه. الناس دي أكيد أكيد مريضة، مريضة إن أنت تسخر أو تشمت إن حد تعبان بدل ما تقف جنبه وتسنده إن هو يقوم من محنته، أنت تشمت فيه تبقى مريض. نفس اللي حصل بالظبط في قصة إمام عاشور. إمام عاشور لما اتصاب مع منتخب مصر السوشيال ميديا كلها تقلبت، واللي يقولك ده ذنب الزمالك، واللي يقولك علشان ده عشان انت سبت الزمالك فالزمالك بياخد يعني ده ربنا بيخلص منك، حاجة ناس مريضة اللي تشتم في شخص. المفروض ان ده الطبيعي، يعني حسين الشحات في المستشفى هيجري جراحة دلوقتي، واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي في جراحة هتتعمل لحسين الشحات، جراحة بسيطة، عنده شرخين في الوجه، واحد جنب العين والتاني تحت العين، ويغيب عن الملاعب على الأقل شهر، وده في إطار الإصابات اللي في العظم اللي بتواجه النادي الأهلي بداية من الشناوي ثم إمام عاشور، خلع في الكتف وعملية بين الترقوة والكتف، خلع برضه، وادي حسين الشحات في الوجه، والواد أليو ديانج في الركبة، وعد بقى يعني ما تغلطش خلاص، يعني عد وقبلهم الترقوة بتاعت رضا سليم قعد لها 4 شهور كسر في الترقوة، ما تعدش بقى يعني اقعد يعني كده عد. إصابات النادي الأهلي بقت كتير وإصابات يعني شديدة جدا، إنما حسين الشحات اتجهوا بيه للمستشفى مباشرة على طول من وقت ما كان في الملعب بعد المباراة لغاية دلوقتي. حسين الشحات في المستشفى. فدعواتكم ليه عزيزي المشاهد جميعا، دعواتكم، وحط لايك للفيديو، عايزك توصل الحلقة دي لكل جماهير النادي الأهلي وجماهير مصر والوطن العربي عشان كل الناس تدعي لحسين الشحات، هو محتاج دعواتكم، مش محتاج اكتر من كده. امبارح اموره اتحسنت شوية او الوعي رجع له خلاص ماشي، او الادراك اللي عنده رجع تاني بنسبة 100%، يعني بقى عارف هو بيكلم مين وبيكلمش مين، ما عندوش مشكلة الحمد لله غير الكسر اللي في الوجه، يعني الحمد لله في مسألة الادراك، انما شرخين في الوجه توجع، شرخين في الوجه توجع. ايه ده؟ هي دماغ الواد ده ايه؟ مرزبة دماغ الواد بتاع سيمبا التنزاني دي كانت مرزبة، تمام؟ ايه الدماغ دي؟ الله يخرب بيت عقلك. ده طبعا الاصابة اللي جي منها البلانتي اللي احرز منها كهربا الهدف التاني للنادي الاهلي، كان كسب سيمبا رايح جاي 1-0 و2-0، عمرو السلية والله زماني عمرو جايب الجول، عارفين عمرو السلية؟ تمام؟ يعني كأنه بيقول للناس كده أنا موجود، خصوصا في ماتشات الفاينل لما 2020 وانت بتلعب على أرضك، جاب جول تاني في كايزر تشيفز، جاب الجول
في الفاينل ورجع تاني بقاله فترة من الإصابة، والحقيقة بيسترد عافيته وبيسترد مستواه رويدا رويدا في الفترة الأخيرة. طيب ليه بقى، ليه بقى الناس اللي في السوشيال ميديا كلها أو جماهير الزمالك المريض أو الناس اللي بتكره النادي الأهلي المريضة بتسخر من حسين الشحات؟ هو حسين الشحات عمل لك إيه؟ يعني حسين الشحات عمل لك إيه؟ ولا حاجة. راجل تعب، راجل انصاب، راجل مريض، تسخر منه ولا تقف جنبه؟ هو ده يا جماعة، هو ده اللي بيحصل في الكرة المصرية دلوقتي، خصوصا لما لاعب بينصاب في النادي الأهلي. الناس كلها بتقعد تسخر منه ويقول لك ده ذنب الزمالك وده مش عارف ذنب ايه وده. يا جدعان هي الزمالك ماله ومال اصابه لاعب؟ ايه اللي دخل نادي الزمالك في جمله؟ جماهير نادي الزمالك اللي متعصبه دي، انت متعصب ليه حبيبي؟ انت متعصب ليه؟ هو الموت حد بيشمت فيه؟ يعني لما واحد كده لا قدر الله في اسرتك ولا في عيلتك ولا قريبك ولا صديقك بيتوفى، ينفع تشمت فيه ولا تقول ربنا يرحمه وتقعد تدعي له؟ هو بالظبط الاصابات او التعب، لما شخص بيتعب هو مش محتاج حاجه منك غير ان انت تدعي له، لان انت وارد واكيد هتيجي في يوم تبقى زيه، هتنحط في نفس المكانه، هتنحط في نفس المشكله. لكن اللي بيحصل ده الحقيقي مرض، مرض من كل الناس، مرض من كل الجماهير، تمام؟ يعني اللي هي يعني بتشمت صدمة، صدمة لكل جماهير النادي الأهلي حاليا بشأن مدة غياب حسين الشحات. زي ما قلت لحضراتكم، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حسين الشحات جناح النادي الأهلي عقب إصابته في مباراة سيمبا التنزاني التي انتهت بفوز الأهلي 2-0 بوجود شرخ في عظام الوجه أعلى العين وأسفل العين. الإعلامي محمد فاروق كتب عبر حسابه على فيسبوك: الأشعة تثبت إصابة حسين الشحات لاعب الأهلي بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين ونزيف أسفل العين، ويغيب عن الملاعب فترة لن تقل عن شهر وأسبوعين بشكل مبدئي، وسيرتدي قناعا للوجه لحين تحسن حالته. حسين الشحات تعرض للإصابة دي في مباراة سيمبا بدماغ الولد يعني هقول لك ايه، ما علينا. كمان شقيق الكابتن حسين الشحات بيوضح تطورات حالته الصحية بعد إصابته أمام سيمبا. محمد الشحات تحدث عن آخر تطورات الحالة الصحية بعد إصابته أمام سيمبا وقال في تصريحات على قناة اون تايم سبورتس: حسين الشحات خضع لفحوصات وستظهر نتيجة الفحوصات، وسيتم وضع حسين الشحات 24 ساعة تحت الملاحظة، والطبيب طمئن حسين الشحات على حالته وإنه استعاد وعيه بالكامل. ده بالنسبة لموقف حسين الشحات. لازم ندعي له يا جماعة، لازم ندعي له، لأن أي حد بيتعب مش محتاج مننا غير الدعاء. هو مش محتاج فلوس، مش محتاج انك تجيب له دكتور، مش محتاج حاجة خالص. هو مش محتاج منك غير اللي انت تدعي له، لكن ما تشمتش فيه، لان الدنيا دوارة ووارد زي ما جراله يجرالك. لما تشمت فيه ساعتها تقول استغفر الله العظيم، استغفر ربنا، لان انت بتسخر من قضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدر ربنا للبني ادم، ان ده قدر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك هيحصل لك ويحصل لنا كلنا ايه، فده قدر ومفيش هروب من القدر. شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. في نهاية حلقتنا بطلب من كل الناس اللي بتسمعني: حط لايك للفيديو، وصل الحلقة دي لكل جماهير النادي الاهلي، عشان كل جماهير النادي الاهلي تدعي لحسين الشحات ان هو يقوم بالسلامة ويرجع سالم غانم لاهله ولاسرته وكمان لناديه النادي الاهلي ونادينا. بشكرك انك كملت معايا الحلقة للنهاية، استنوني في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.